السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد ربط الله سبحانه وتعالى فلاح الإنسان في الآخرة بالزكاة، والزكاة هنا تزكية النفس وتطهيرها من أدران الشهوات التي إذا ما توحش جانبها في الإنسان هبطت به إلى درك الحيوانية البهيمية. تزكية النفس أو الجانب الروحي في النفس الإنسانية جانب اهتم به الإسلام اهتماما عظيما على الصعيد النظري والعملي، وتمكن من بناء نفوس عز نظيرها وشبيهها في الوجود البشري. عن هذا الموضوع تزكية النفس وأثرها الحضاري تأتيكم حلقة اليوم من برنامج مقاصد، وكالعادة التفاصيل بعد هنيها. أهلا بكم مشاهدينا الفاضلين في هذا الحوار المتعلق بجانب عظيم الأهمية في النفس البشرية، وهو تزكية النفس. ولتجلية هذا الجانب يسعدني الترحيب بضيفنا الكريم الدكتور نبيل الفولي، أستاذ المنطق وعلم الكلام بجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا بكم وسهلا وبالسادة المشاهدين. الجانب الروحي أو تزكية النفس أيا تكون التسمية جانب اهتمت به كل الأديان وكل الشرائع، وحتى الفلسفة الوضعية يعني أدلت بدلوها في هذا الأمر دكتور. يعني حبذا لو تحدثنا عن هذا المصطلح، نريد أن نعرف ماهية ومدلول التزكية إسلاميا، وإذا ما كان هناك تفريق في المدلول بين الإسلام وبين الفلسفة الوضعية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على نبيه محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم وبعد. فالحقيقة أننا الآن بصدد أن نرد بحرا كبيرا لكي نطلع على جانب واحد أو جانب صغير منه، والحديث عن الروح والتزكية وما شابه ذلك. هناك مجموعة من المصطلحات التي وردت في النص الشريف قرآنا وسنة. هذه المصطلحات لم يكشف الشرع الكريم عن ماهيتها ومفهومها، ولكنه بيّن لنا وظائفها وأعمالها، وتتنوع النصوص في ذلك كثيرا. من ذلك مصطلح الروح، مصطلح النفس، والصدر، والقلب، والفؤاد، واللب. هذه المصطلحات التي يعمر بها كتاب الله عز وجل واستعملت أيضا في السنة الشريفة، مصطلحات شغلت البشرية نفسها بها ووردت في النص الشرعي. فالنص الشرعي لم يعنى كثيرا بأن يبين مفاهيمها، ولكنه عني بأن يبين الروح، الروح وغيرها. أنا يعني دعني أعمم ثم أخصص. يعني هو سؤالي مختص بالدرجة الأولى عن الروح، لكن تفضل دكتور. الذين شغلوا أنفسهم بالمفاهيم والمعاني والماهيات كأنهم صدموا الحائط والجدار برأسهم، فظلوا يتكلمون ويتكلمون ويتكلمون عن هذه المفاهيم. يقولون الروح مثلا على سبيل المثال، يقول جسم شفاف يكسو الجسم الحسي هذا من أوله إلى آخره. منهم من قال مثلا جوهر لطيف يقارن الجسم فإذا انفصل عنه مات، يعني كلام كثير جدا. حتى قال أحد علماء الأندلس وعالم كبير اسمه المازري، أبو عبد الله المازري، قال ما أكثر ما تكلم الناس في الروح والقلب والنفس ثم لم يقولوا شيئا، ما أكثر ما تكلموا ثم لم يقولوا شيئا، لأنهم لم يعطونا نتيجة عملية يمكن أن نستفيد منها. من هنا شغل العقل العلمي المسلم نفسه حينما تكلم عن هذه المصطلحات أو وظائفها. ماذا تؤدي كما ورد في النص الشرعي؟ طبعا ما هي وظيفة القلب كما ورد في النص الشرعي؟ ما هي وظيفة الروح؟ ما هي وهكذا. فلو تكلمنا عن كل هذه المصطلحات لن يكفي الوقت، ولكن مصطلح الروح نفسه أخذ له معنيان هما من أبرز المعاني التي تكلم عنها العلماء. أول هذين المعنيين هو أن الروح هي سبب الحياة، سبب الحياة، وذلك أنها تقارن النفس فإذا انفصلت عنها مات الإنسان. وقد تستعمل النفس بنفس هذا المعنى كما قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. مقصود بها هنا روح، الروح. فقيل إن النفس هنا بمعنى الروح، ولكن النفس هي مخزن الرغبات والشهوات والاختيارات الإنسانية. القلب وظيفته أن يقود النفس في هذا الطريق، قلب المؤمن الصحيح السليم.
هذا هو المعنى الأول للروح، أنها سبب الحياة. وقد ورد فيها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن شهداء أحد قال إن أرواحهم في حواصل طير خضر ترعى في الجنة أو تسرح في الجنة، أو كما قال، حديث صحيح. فالروح بهذا المعنى هي هذا الذي هذا تكلم فيه علماؤنا كثيرا، يعني هي هذا الذي يقارن الجسم ويجعله حيا. ونستطيع أن نقول إن كل الكائنات الحية فيها روح، الحيوان والإنسان، حتى بعض الناس قالوا النبات له روح نباتية في بعض الكلام يعني. لكن الروح الإنسانية كما أن البدن الإنساني راق رقيا خاصا، فإن الروح الإنسانية أيضا راق رقيا خاصا عن أرواح الكائنات الأخرى. المعنى الثاني للروح هو ذلك الجانب المعنوي الذي يتواصل فيه الإنسان مع رب هذا الكون وخالقه. فالله عز وجل الذي لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأسماع، لا تدركه الحواس جل وعلا، يشعر الإنسان بوجوده سبحانه وتعالى. من أي جانب يشعر؟ يعرف ربه بقلبه، يعرف ربه بروحه، يعرف ربه بنفسه الطيبة المطمئنة. فكأننا نقول إن الإنسان له جانبان، معنوي وحسي. الجانب الحسي وهذا المرئي الذي يتراءى أمام عيوننا، أما الجانب الآخر المعنوي فهو هذه المجموعة من المصطلحات التي استعملناها الآن، القلب والنفس والروح والصدر واللب وكلها قرآنية، والفؤاد وما شبه ذلك. فلو قلنا إن الجانب الروحي هنا من الممكن أن نقول إنه يعني يقابل الجانب المادي للإنسان. هذا ما أريد أن أقول، أسألك يعني الروح ما علاقتها بالتزكية؟ بمعنى الجانب الروحي والتزكية هل هما بمعنى واحد أم ثمة علاقة ما بينهما، وما طبيعة هذه العلاقة؟ الروح الله عز وجل يقول في النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كأن يعني النفس هي مخزن الشهوات والرغبات، فهناك قوى أخرى في نفس الإنسان، في داخل الإنسان يعني، أو في الجانب المعنوي للإنسان، هي التي تحكم هذه النفس التي يمكن أن تزيغ أو تميل أو تنحرف. فالقلب يقودها والروح تقودها وتوجهها بحيث لا تنحرف النفس مع هذه الشهوات. فالنفس مخزن، كأنه مخزن محايد، يقبل ويقبل، يقبل وسوسة الشيطان ويقبل نصح الملك، يقبل الكلام الخبيث ويقبل الكلام الطيب. لكن ما الذي يحدد اتجاهه هنا؟ القلب السليم، القلب الصحيح هو الذي يوجه هذه النفس. فإن كان القلب أم العقل دكتور الذي يقود هذه النفس؟ هو العقل يميز، ولكن القلب هو القائد. نعم. وهذا ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه شبه القلب بالقائد. فيمكن أن نقول إن الجانب الروحي هو هذا الجانب المسامت والمقابل للجانب البدني، هو المتحكم الحقيقي في الظاهر، رغب ما يظهر من يعني علينا من أفعال وتصرفات وتوجهات. نعم. بل ما نختاره من آراء وأفكار هو ترجمة لهذا الخزين الذي في نفوسنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي الجانب المعنوي إن شئنا أن نقول. لذلك يقولون إن التزكية ليست تزكية البدن، إن التقوى ليست تقوى البدن، إنما التقوى تقوى القلب، إنما التوبة توبة القلب، إنما كل شيء إنما هو فعل القلب. التزكية هي تلك هو المصطلح القرآني الذي أطلق على تهذيب هذا الجانب المعنوي في الإنسان بحيث يستقيم لله عز وجل، لا يراه الناس إنما المطلع عليه هو رب العالمين. استعمله القرآن واعتبره إحدى المهمات الثلاث التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها، ويكفي هذا لتحل تزكية هذا المحل الأرفع. قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته أي يقرأ عليهم القرآن كما أنزل عليهم، قال الله كذا وكذا، يتلو عليهم القرآن. هذه غاية من غايات البعثة النبوية. نعم، أن ينقل النص الشريف كما هو. هو لن صلى الله عليه وسلم لن يشرح لنا كل شيء في القرآن، سيترك علماء الأمة الذين تربوا على يده ثم تربوا على من تربى على يده إلى يوم القيامة لكي يبينوا حسب الزمن ما يحتاج إلى بيان من هذا الكتاب الكريم. فهو يتلو عليهم آياته، أول مهمة. المهمة الثانية هي مهمة التزكية. وزكى الشيء أي طهره ونقاه وأخلاه من الدرن وما لا يرغب فيه من الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذه التزكية، يزكي أصحابه. وهذا يعلمنا شيئا، أننا كما ندرس العلوم الفقه والحديث وكذا نتلقاه عن الشيوخ، فيمكن أن يكون أستاذي الذي أتعلم منه الحديث يمكن أن يكون قدوة لي في الطريق إلى الله عز وجل، طريق النفس والقلب.
هذا ما أريد أن أسألك، يعني كيف تصاغ النفس الإنسانية صيغة روحية، أي كيف تملأ بالتزكية، كيف توضع فيها التزكية؟ أولا المسألة مسألة تربية، أولا قبل أن أقود نفسي يقودني الكبار من المعلمين والمدرسين والآباء والأمهات والإخوة الكبار، شيخ المسجد ومذيع التلفاز، وهؤلاء الناس هم الذين يتولون عملية التربية في تزكية الأنفس، تلاحظون ذلك، ويزكيهم. فتشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم من مهامه الأساسية وأيضا من مهام ورثته، ليست مهمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مهمة عامة في كل القادة الاجتماعيين الذين سيظهرون في الأمة الإسلامية. يعني وهنا أوجه كلامي إلى العلماء والمعلمين وسائر من يتولى شيئا يوجه فيه أولياء الأمور في البيت وأولياء الأمور في البيت وفي البيت وغيره في كل قطاعات الحياة. أنت لست ناقل علم، مجرد ناقل كلام من ورق إلى 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 آذان وأسماع، بل أنت ناقل نهج كامل في هذا الكلام. رأيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، رأيت بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جزء من المهمة، والجزء الآخر هو التزكية. ولذلك ورثة النبي صلى الله عليه وسلم ورثته أمته هي التي ورثته، لم يرثه إمام واحد كما يزعم البعض، لم يرثه طائفة واحدة، بل ورثته أمته كلها. فورث جانب العلم والفقه والاستنباط الفقهاء، وورث جانب نقل سنته المحدثون، ويرث جانب التزكية والتربية كل من يتولى أمر إنسان أصغر منه أو أقل خبرة منه في هذه الأمة. فإذا كبر الإنسان تصبح أدوات التزكية بيده هو، لن يستغني عن الكبار، لن يستغني عن سيرة الصالحين في أن يستمد منها وسائل التزكية، بل لن يستغني أبدا بالإطلاق على عن أن يجلس إلى مائدة القرآن يستمد منها أسباب التزكية. لكن الله عز وجل وضع في يده أدوات أخرى للتزكية، جعلها في يده، وهي هذه العبادات والأعمال الكثيرة التي كلفنا الله بها. لا أتكلم عن الفرائض وحدها، بل أتكلم عن الصغير والكبير من تكاليف هذا الدين. الفرائض هذه أمر مهم، سأسألك عن الفرائض بعد قليل، لكن قبل سؤالك عن الفرائض، بما تفسر وجود نفوس مزكاة وأخرى تنطوي على علل نفسية وقلبية؟ ما التفسير؟ الأمر أشبه بأمر الأجساد والأبدان. هناك أبدان صحيحة وأبدان عليلة، كذلك هناك أرواح عليلة وأرواح صحيحة. فمن أخذ بأسباب الصحة في النفس والقلب والروح صحة، وكذلك من أخذ بأسباب الصحة في الأبدان وأعطى الأبدان حقها صحت. من لم يعرض روحه وقلبه لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، أن العبد إذا أذنب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء. انظروا إلى هذه المسألة، إلى مسألة هذه خطيرة. فأثر الذنب على نفس الإنسان متتابع متراكم، قد يؤدي إلى أن يصبح هذا القلب مسودا كله والعياذ بالله، فيأبى ولا يقبل بعض الناس والعياذ بالله إذا قلت له اتق الله كأنك سببته، كأنك شتمته. بعض الناس إذا قلت له يهديك الله كأنك يعني رميته بالعظائم، مع أنك تدعو له. فبعض القلوب هكذا تصبح وقد اسودت من كثرة الذنوب، فتتراكم هذه الأشياء. ولذلك يجب على الإنسان كما يراقب أعضاء بدنه ليتأكد من صحتها وسلامتها، من وقت إلى آخر بعض الناس مغرمون وهذا جيد ليس سيئا، مغرمون بإجراء التحاليل حتى يطمئنوا على صحة أبدانهم، حتى يطمئنوا على صحة قلوبهم وأكبادهم وكلاهم وما شابه ذلك. فكذلك على المسلم أن يتابع ويراقب قلبه ويرى أين هو من الله عز وجل من وقت إلى آخر، أين هل من يعايشهم يعينونه على طاعة الله عز وجل أو غير ذلك. فهناك يتراكم على القلب أثر العمل. كيف يكون التحليل المؤشر، مؤشر الصواب، مؤشر الصحة من المرض والسقم؟ الإنسان أدرى بنفسه، كل إنسان أدرى بنفسه أين موقعه من الله عز وجل. ولذلك أول باب يزكى فيه الإنسان باب التوبة. لماذا؟ ليس للتوبة ذاتها فقط، ولكن لأن الإنسان يخرج من الغفلة ويلتفت إلى موقع نفسه. يخرج من الآن يمشي الإنسان ولا يدري أين هو. الله عز وجل قال لنبيه ولا تكن من الغافلين. الغافل إنسان لا يدري أين هو، فوق تحت يمين شمال، قريب من الله بعيد عن الله. فالتوبة هي التنبه، أول مرحلة في التوبة هي أن يتنبه الإنسان أين هو، أين أنا من الله عز وجل، كم مضى من عمري وكم يتوقع أن أعيش، ماذا فعلت فيما مضى وماذا سأفعل فيما سيأتي. فيدرك موقعه أين هو من الله عز وجل، ما الذي يشغله، ما مشروعاته، ما آماله، هل آماله كلها تتعلق بالمادة والدنيا،
أن تتعلق بالدين وبرضا الله عز وجل. هل التزكية هنا مسألة كسبية أم قدرية؟ بمعنى أنه بعض الناس يشتغل عليها وتزكى وتربى وتوجد لها البيئة التي تعينها على أن تكون من النفوس المزكاة، لكنها لا يحصل لها هذا الزكاء. هل المسألة كسبية أم قدرية؟ يعني بأنها إعطاء من الله، منح من الله مباشر. هي طبعا لها أسبابها. طبعا الله عز وجل يعني جاء في الحديث القدسي استهدوني أهدكم، يعني سألوني الهداية أهدكم. فإذا هناك أسباب لكل شيء، والله عز وجل يعني يظن الناس أن الحياة فقط هي التي تنظمها القوانين والترتيبات والمقدمات. حتى الدين له مقدمات. يعني أنت تريد أن يكون ابنك صالحا، هناك مقدمات لهذا الأمر لابد أن تتبعها. هناك شيخ في مسجد أو أستاذ في جامعة أو كذا يربي طلابه، ماذا تريد؟ أريد أن يكونوا صالحين علماء. فهناك أسباب لذلك الأمر، أن تريهم من نفسك شخصا عابدا لله عز وجل، شخصا يعني يبدو عليه الصلاح والتقوى وكذا، أسباب كثيرة. فلو سلك الإنسان الأسباب، هنا النتيجة إلى الله عز وجل. فيعني لا نقول إن الجميع سيخرجون صالحين، لكن في العادة إذا سلكت السبل واتبعت الأسباب ففي العادة سيكون الغالب أن يسير الناس على الصلاح. ومثالنا في ذلك بيت سيدنا نوح عليه السلام، كل أولاده صالحون إلا ولدا واحدا. هل قصر نوح في ذلك؟ الولد تلقى مؤثرات مختلفة، فأثرت عليه المؤثرات السيئة أكثر من الحسنة، فخرج من بيت نوح عليه السلام هذا الولد الذي غرق في الطوفان. طيب لماذا هناك تربية يعني في مسألة التزكية دكتور؟ أليست الفرائض الإسلامية كافية لإحداث التزكية، خصوصا وأن هناك فرائض مهمة وعظيمة وهي من أركان الإسلام أدركت بعض حكمها، مثل الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام الذي يشعر الإنسان معه بالفقراء والجياع، والحج الذي يستشعر الإنسان مقامه وحقيقته وهو يتساوى إذا كان ملكا يتساوى مع أحقر الناس وأفقرهم وأضعفهم. طيب أليست هذه الفرائض هي بالنهاية تؤدي إلى التزكية؟ وبماذا تفسر لماذا تمتلئ المساجد بالمصلين وتفيض جنبات البيوت من الصائمين وتنفر الناس في الحج، ومع ذلك هذه الأماكن كلها خالية من النفوس الزكية؟ نعم طبعا يا الحقيقة نحن أنتم هنا يعني نكأتم جرحا خطيرا جدا، وهو أن الأعمال لا تؤتي ثمارها لأنها لا تؤدى بالشكل المطلوب. يعني أحد الصالحين كان إذا ذهب الوضوء احمر وجهه، زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما. آمين. فالناس سألوه في ذلك فقال يعني أتدرون على بين يدي من سأقف بعد قليل؟ وأحد الصالحين الآخرين قال والله ما أبكي على دنيا أتركها، إنما أبكي على صلاة سأحرم منها. فهؤلاء الناس الذين يقدمون يعني قدوة للناس يعني قل وجودهم في هذا الزمن للأسف الشديد. يعني هذا شيء يؤسف له. الآن لو راقبت صلاة أكثر الناس، حتى يعني أستطيع أن أقول كثير من العلماء صلاتهم سريعة خفيفة، كثير من العلماء الذين يدرسون علوم الشريعة صلاتهم سريعة خفيفة. حتى الإمام هذا قاله الإمام ابن العربي، ابن الإمام أبو بكر بن العربي المالكي المشهور صاحب أحكام القرآن، كان يقول كنت أراقب الناس، وكان سفارا يعني ذهب إلى المشرق وذهب إلى القدس ومكث فترة في المشرق يعني ومغربي أندلسي. فقال كنت أنظر في وجوه المصلين فلم أكن أرى من بين كل 500 إلا خاشعا واحدا، لا أرى علامة الخشوع إلا في وجه واحد من 500. وهذا في ذاك الزمن، هذا الإمام مات في القرن السادس. الأعمال لا تؤتي ثمارها إلا إذا أديت على وجهها. ونحن نعلم أن هذه الأعمال ليست مجردة، الله عز وجل وصف المنافقين بأنهم خشب مسندة، هم يقفون يصلون يضعون أيديهم كما يضع الناس ويفعلون كما يفعل الناس، يركعون يسجدون، لكن في النهاية التأثير النفسي لهذه الأعمال الصالحة لا يظهر. وبالتالي الأداء الميكانيكي، إن جاز أن نقول الأداء الآلي للأعمال، لا يؤدي إلى نتيجة. تصبح عادة أن ربما الإنسان لا يمكن أن يترك الصلاة، وربما يكون غشاشا في تجارته في نفس الوقت، لا يعني إذا ترك تأخر عن الصلاة يغضب يحزن كذا، وذلك أنها صارت أو نزلت منزلة العادة في حياته، تعود عليها حتى صلاة الفجر. وبالتالي
صارت نتيجتها بهذه الطريقة. لكن هل بناء الجانب الروحي وتزكية النفس أمر لازم على كل فرد مسلم أم هو بالاختيار رتبة يختارها من اختارها؟ لا طبعا، يعني الحقيقة المطلوبة هي الجانب، هذا الجانب الباطن القلبي الروحي، هي المطلوب الأساسي كما يقول أهل العلم. يقول ليس المطلوب هذا الركوع والسجود الأصل، هذا يخدم هذا. الله عز وجل أو الحديث النبوي الذي رواه مسلم يقول إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، رواه الإمام مسلم، حديث صحيح. فالأصل يعني محل الاعتبار الأساسي والباطن هو القلب والروح والنفس والجانب الباطن، وإنما الجانب الظاهر خادم له. لا نقول نتنازل عن الجانب الظاهر، طبعا لا يجوز هذا، هذا واجب، علاقة عضوية بينهما ربما. هناك كما أن البدن يكمل النفس والروح والقلب هذه الأشياء، فكذلك الإسلام يتكامل كله بهذه الطريقة. نعم، نريد أن نرى أثار التزكية، معانيها، مظاهرها على في الإنسان، لكن بعد قليل إن شاء الله نواصل هذا الحديث بعد وقفة قصيرة. حياكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن تزكية النفس وثمارها في النفس، مع الحديث دائما مع الدكتور نبيل الفولي. مرحبا بكم مرة أخرى دكتور. أهلا وسهلا. لماذا يعني اهتم الإسلام يعني هذا القدر من الاهتمام بقضية تزكية النفس وبناء الجانب الروحي، ليس على مستوى النصوص فحسب وإنما أيضا على المستوى العملي؟ يعني ركز الإسلام كثيرا على هذه القضية، هذا ربما يقودنا إلى الحديث عن البعد المقاصدي. ما المقصود؟ لماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن تبنى نفوسا زكية من عباده؟ طبعا يعني الإنسان يعني حقيقته ليست هذا الجسد فقط، ليست الأعمال الظاهرة فقط، فكأن الله عز وجل وهو أعلم بخلقه يريد أن يحقق الإنسان إنسانيته الكاملة. أنا إذا اكتفيت من هذه الحياة بالأكل والشرب ويعني ما يعني ما حاجات البدن وما شابه ذلك، أنا ما عبرت بذلك عن إنسانيتي بشكل كامل. نحن لو نظرنا في الأديان والأيديولوجيات وكل النظم التي تخاطب الإنسان نجد أن الإسلام امتاز عنها بأنه ينظر للإنسان كله، ينظر الإنسان باعتباره هذا المخلوق المكرم الخاص المميز الذي قال الله عز وجل إن قال عنه إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الامتياز الذي منح للإنسان يجب أن يظهر في حياته، فترجمة الإنسان عن شخصيته الكاملة لا يظهر إلا بأن يسمو بجانبه الروحي والقلبي، كما أيضا يرعى جانبه الجسدي والبدني. فالشريعة ليست شريعة أجساد فقط، نعم تأمر بالنظافة والنظام وتحب أن يأكل الإنسان أكلا طيبا ويشرب شربا طيبا وأن يحافظ على صحته وكذا، هذا مطلوب شرعي، تداوى وكذا، حديث وآيات إلى آخره. لكن كما ذكرت قبل قليل المناط التحقق من إنسانية الإنسان هو هذا الجانب الباطن، لا نجده لا عند حيوان ولا نبات ولا أي ساكن من سكان الأرض الذين نراهم ونعيشهم حولنا. فلذلك يحقق الإنسان إنسانيته ليس فقط بأن يملك العمارات الكبيرة ولا السيارات الفارهة ولا الحسابات المملوءة بالنقود، وإنما يترجم عن إنسانيته حقيقة إذا جمع بين هذا الجانب المادي وهو الجانب الروحي القلبي الذي يسمو بالإنسان ويرفع قدره ومكانته. لكن تزكية النفس وبناء الجانب الروحي وتعظيمه في النفس الإنسانية كيف يضمن ضبطه بحيث لا يتجاوز الجوانب الأخرى المادية العقلية في النفس الإنسانية، بحيث يتحول الإنسان إلى معتزل أو راهب في الحياة وهو ما يتعارض مع قيم الدين ومقاصده؟ كيف يمكن ضبط هذه المسألة؟ نعم طبعا، هو المعول في ذلك هو على القدوة الأولى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مشكلة التوازن ليست سهلة، ولكن إذا نظرنا إلى النماذج الأولى المتقدمة سنجد تنوعا فيها. يعني مثلا نجد الزاهد الذي لا يرغب في الدنيا إطلاقا مثل أبي ذر وعلي وكثير من الصحابة المتقدمين، لكن نجد إلى جانبهم من زكى نفسه ولكنه أيضا أكل من خير الدنيا. نحن لا ينبغي أن
نعيب على من اختار الزهد اختيار أبي ذر ولا اختيار عمر ولا اختيار علي. لكن ما قيد مهم دكتور، أنه نعم. أبو ذر وعلي كانا عاملين في الحياة، كانا مجاهدين وكانا داعيين، لم يعتزلا الحياة، لم يترهبا. نعم. لكن نعم. هم عندهم زهد في موجودات الحياة. نعم، هو يعني ليس المقصود أن الدعوة إلى البطالة والعطالة والركون إلى 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 أن يطعمني الآخرون، ليس لا أقصد هذا، ولكن من زهد في الدنيا ويعني تقلل منها على قدر ما يستطيع فهذا نموذجه موجود، ومن أكل من حلالها وتوسع فيه فهذا نموذجه موجود. وسيدنا كما جاء في الحديث الصحيح، يعني حديثان صحيحان، أحدهما روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه حين مات، وكان عبد الرحمن رضي الله عنه كان متوسعا في الحياة، يتسع في حلالها الطيب يعني، وكان من أعظم الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ومع ذلك لما أقبل أجله بكى. لماذا؟ تذكر مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان هذا الرجل، كان هذا الشاب الغني الفائل يعني الذي يعيش في رفاهية، ولكنه لما انتقل للإسلام عاش فقيرا ومات ولم يجد له كفنا يكفي جسده كما هو معروف في حديث البخاري. فبكى عبد الرحمن وقال يعني أرجو ألا تكون قد عد أو أخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا. وروي ذلك عن صحابة آخرين أنهم كانوا فقراء وماتوا أغنياء جدا، فتذكروا هؤلاء الذين وصل الإسلام إلى الدنيا بتضحياتهم وأعمالهم. على كل حال نحن نجد النموذجين، لكن في كل حال لا نجد من يخوض في المال الحرام في جانب من اختار ان يستمتع بالدنيا، ومن زهد لا نجده عاطلا باطلا يعني راكنا الى ان يعني يتكفف الناس، لا نجد هذا النموذج الناقص ولا هذا النموذج الناقص، ولكن نجد التوازن في كل الاحوال. لكن نريد يعني نتحدث دكتور عن كيف يمكن لمس الآثار النفسية والمادية في الإنسان الذي تزكت نفسه، الذي زكت نفسه وتزكى، يعني أقصد في واقع حياته العامة، في علاقته بالموجودات من حوله، مظاهر هذه التزكية كيف يمكن لمسها سواء نفسية أو مادية؟ هو ميزة تزكية النفس وتطهير هذا الجانب في الإنسان هو أنه يكشف للإنسان حقائق الأشياء، فيعرف أوزان هذه الأشياء وأوزان هذه الأشياء. المال ما وزنه؟ المتاع الدنيا ما وزنه؟ الآخرة ما وزنها؟ الدنيا ما وزنها؟ الدين ما وزنه؟ المتعة ما وزنها؟ فإذا عرف أوزان هذه الأشياء وضع كل شيء في محله، لم يغلو في شيء، لا في شيء يجعله يعني يبالغ في الزهد. لكن المشكلة في امتلاك الميزان دكتور، يعني ليس كل الناس تعرف هذا الميزان، ربما بعض الناس يعني لا تجد مشاحة في إعطاء المال وزنا أكثر من الدين، وهي تظن أنها يعني على صواب في هذا. لا، ما هو الميزان هو الشرع طبعا، الميزان هو الشرع. يعني مثلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، معناها ما معنى أنها متاع الغرور؟ يعني هي متاع لم يحرمه الله عز وجل، ولكن حضوره بين أيدينا قد يشغلنا عن المتاع الأهم. مثلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه موازين لم يمنع أن يتملكها الإنسان، لم يمنع أن يستمتع بها الإنسان، ولكن هي فتنة، أي أنها اختبار لك، حتى سنرى هل ستشغلك عن ربك أو لا تشغلك عن ربك، كما ورد ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. كان رجلا فقيرا فلما اغتنى نسي يعني واجباته الدينية، فهذا النموذج إنما يعني كان في فراغ فشغل نفسه بالعبادة، فلما شغله المال ملأ عليه حياته ولم يجد للعبادة نصيبا، ذلك أن قلبه كان مشغولا بالأولى ولم يكن مشغولا بالثانية. لكن صاحب النفس الزكية هذه المزكاة دكتور، كيف تلمس آثاره في الحياة؟ كيف يتعامل مع المنصب؟ كيف يتعامل مع العمل؟ كيف يتعامل مع الشهوات؟ يعني آثاره المادية كيف يمكن أن تلمس؟ نعم، يعني سماته، صفاته، خصائصه. يروى أنه لما فتحت وصية سليمان بن عبد الملك أغمي على اثنين، في أحد الروايات يعني أغمي على رجلين، الأول عمر بن عبد العزيز لأنها جاءت له، والثاني هشام بن عبد الملك لأنها أخطأته. هذا كلها أغمي عليه لسبب مختلف عن الآخر، تماما لسببين متناقضين. فتحوا الوصية فوجدوا فيها أن الأمر لعمر بن عبد العزيز، فعمر هذا الرجل كان ما كان رجلا فقيرا، عمر كما يعلم يعني كان يعني يلبس أحسن الثياب ويتعطر بأحسن العطور ويعيش في قصر،
فلما جاءته هذه بدأ مسلسل الفقر عنده وأغمي عليه من شدة وهذا الأمانة. عجيب جدا. هشام رحمه الله أيضا يعني لأن الدنيا أخطأته فقد أغمي عليه لهذا السبب. فكذلك الأمر انفعالاتنا بأحداث الحياة تظهر هذا الجانب منا، غضبنا وحزننا على ماذا نحزن؟ على فوات صلاة الفجر أم على ضياع بعض النقود القليلة ربما التي لا قيمة لها، على فوات وجبة طعام أو على فوات وقت ذكر الله عز وجل، على ضياع رمضان أو على ضياع المسلسلات التافهة. فانفعالاتنا ومواقفنا وردود أفعالنا تجاه أحداث الحياة تكشف عن هذا الجانب. ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا فات الرجل يعني أمر من أمر دينه حزن عليه حزنا طويلا، إذا انتهى رمضان انقضى رمضان حزن على انقضائه حزنا طويلا وهكذا. وذلك لأن ما فاته فيه أمر آخرته، فيه أمر مرضاة ربه عز وجل، فإذا فاته أحزنه ذلك. هل أفهم من كلامك دكتور أن التزكية من لوازم الإيمان، بمعنى أن من لم يكن صاحب نفس زكية نقية هناك خلل بالضرورة في إيمانه؟ أكيد طبعا. يعني يعني مسألة التزكية، العقيدة أصلا أعمال قلب، فهي جزء من هذه التزكية. على أي شيء رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ هل فقط على الرجاء والخوف والصبر والتوبة؟ لا، ربهم على الاعتقاد أولا. نعم. فإذا الاعتقاد ضبط المنظومة عندهم، أن لله أن للوجود إلها خالقا عز وجل، وأن مساعينا ينبغي أن تتجه إلى مراضاته حتى يرضى، ونبكي بين يديه حتى يرضى، ونتوسل إليه حتى يرضى، ونحب رسولا عليه الصلاة والسلام أقصى الحب وغير ذلك. يعني هذه الأمور تترجم عن شخصيتك. ارتباط العقيدة بالتزكية مسألة مهمة جدا جدا، بل مسألة حاسمة سأحدثك عنها وأسألك عنها بعد الفاصل. لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل دكتور، هل النفس الزكية أو المزكات التي نضج فيها الجانب الروحي تميل بالتبعية إلى العزلة، وبعضها يعني حتى يعني يأمن على نفسه ودينه يقبل بالاستبداد مثلا ويمشي في ركابه؟ يعني سيدنا عمر كان إذا وجد رجلا متماوتا فكان يضربه، يقول يعني ليس هذا من الدين، إنما الدين أن تمشي في وسط الطريق طبعاً. وتفعل هذا كذا. فليس الدين لا يعلق، يعني ربما يعتزل الإنسان الناس مؤقتا لأجل تصفية نفسه أو كذا، لكن الأصل قال النبي صلى الله عليه وسلم من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. فتكشف الشخصية بالمخالطة والمعايشة، سيحتاج إلى أن يصلح الناس وإلى أن يصلح نفسه وإلى أن يصبر على الناس. الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا تظهر أغلب هذه الجوانب إلا بمخالطة الناس، التواصي بالحق التواصي بالصبر. كيف يحصل هذا وأنا منعزل وحدي؟ فالشخصية المسلمة المزكاة لا ينبغي أن تعتزل الحياة، لأن الحياة محتاجة إليها. كيف يقف من يدعو إلى 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 الرذيلة في وسط المجتمع ويدعو إلى رذيلته في حين يعتزل الصلحاء خوفا على أنفسهم؟ يجب أن تخوض المعركة بشجاعة، لأن الزمان يحتاج إليك أيها الرجل الطاهر الزكي. أنا سألتك هذا السؤال انطلاقا من الواقع دكتور، يعني نلاحظ في مجتمعاتنا المسلمة كثيرا، ولا أقول بعضا بل أقول كثيرا وأنا أعي ما أقول، من المتدينين الذين يؤدون فرائضهم، لا يؤذون الناس، يقومون ربما أحيانا بالتهجد في الليل، لكن عند وقوع الشدائد والمصائب والنوازل كالموقف مثلا الموقف السياسي، موقف من الظالم من المستبد، لا ترى لهم أي موقف. فهل هذا صاحب نفس نقية؟ يعني نرى هذا أثار هذا النقاء وهذا الزكاء في حياته العامة، لكن حين يأتي الموقف إلى السياسة يبتعد عن الإنكار ولا تجد له أي موقف من الظلم والاستبداد، هل هذا صاحب نفس زكية؟ هي مسألة متفاوتة، يعني أحيانا يكون السبب سوء الفهم أو تقديرات خاصة لبعض الناس. يعني مثلا يقول مثلا نتيجة هذا العمل، كيف سوء فهم دكتور؟ يعني الظلم واضح بين يدرك بالفطرة، فكيف يكون يعني مؤمنا تقيا نقيا ثم يعتزل عن مرجعها؟ غالبا الى الفهم، يعني الى تفسيره للامور والوقائع. لا نستطيع ان ننفي عن هؤلاء الناس التزكيه، ولكن ربما نقول ان فهمهم يحتاج الى تعديل وتصويب. ويعني بعض الناس يقول انا دعني اربي الطبقه التحتيه للمجتمع، ودع اصحاب الاقلام واصحاب المنابر الجامعيه وكذا والمنابر المسجدية يعني يوارثون السياسة وغيرها، فيتقاسمون الحياة
ربما يكون يعني لو ضربنا مثلا بأي دولة مثلا التي خرج شبابها أو أخرجوا أو كذا أو نفوا، سنجد هناك طبقة من الناس لم تخالط السياسة ولم تتكلم عنها، لكن بقاؤهم مهم لأنهم يعني يحفظون دين الناس. لا ينبغي أن يخلو مجتمع في هذا الزمن الذي ازداد فيه الاستبداد ويعني قوي قوة هائلة، لا ينبغي أن يخلو المجتمع من ناس تحت الأرض إن جاز أن نقول يحفظون على الناس دينهم ويعلمون الناس شريعة الله عز وجل. نعم، نريد أن نبحث طالما أن النفس المسلمة نفس ينبغي أن تكون زكية ومزكاة، كيف ينعكس هذا الزكاء وهذا الجانب الروحي الكبير في النفس المسلمة مقارنة بغير المسلمين، كيف ينعكس حضاريا على المجتمع وعلى الحضارة الإسلامية؟ هذا ما نبحثه بعد فاصل أخير. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة التي نبحث فيها الجانب الروحي أو التزكية وأثرها الحضاري، وحديثنا دائما مع الدكتور نبيل الفولي. دكتور نبيل، أي إسهام للتزكية أو لبناء الجانب الروحي في النفس المسلمة، أي دور لنقل العقيدة أو العقائد من دائرة النظرية إلى دائرة التطبيق العملي؟ نعم طبعا، العقيدة هي مستند وأصل كل شيء في الدين، كل الممارسات التي يقوم بها المسلم لا بد أن تقوم على العقيدة. لذلك نقول الدين كما قسمه العلماء أصول وفروع، فالعقيدة هي هذه الأصول التي يتفرع عنها كل شيء. فنحن نستطيع أن نقول هناك درجات، كان يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله فيه جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان. أما الإيمان فهو العقيدة، وأما الإسلام فهو الأعمال الظاهرة للدين في هذا الحديث يعني، وأما الإحسان فهو الجانب القلبي والروحي هذا. هو على الدرجات، هناك تكامل، هو يترجم عما سبق، لا يستغني عما سبق، كأننا نصعد سلما أو نصعد طوابق. فالطابق الأول هو الاعتقاد، أنك دخلت في الإسلام وصرت معتقدا بما يعني أمر الله به من الاعتقاد، ثم تمارس الإسلام ممارسة عملية. إذا فعلت هذا وتفاعل هذا بعضه مع بعض بلغت درجة الإحسان، والتي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يعطي مشروعية ل الخوض في دراسة هذا الجانب، يحتاج إلى علم يدرسه ويهتم به. فالمهم أن الاعتقاد هنا هو أس هذه الأشياء. بل لو تكلمنا عن مثلا التوبة والزهد والرجاء والصبر والتوكل، هذه الأبواب الكثيرة التي تكلم عنها أهل العلم، هي ما هي إلا يعني طرق تمر بالإنسان على اعتقاده. فهو إذا توكل يتوكل على من؟ على الله عز وجل. يصبر لأجل من؟ يصبر لأجل من قدر الأقدار. يتوب إلى من؟ يتوب إلى الله عز وجل. فهي كلها يعني سكك وطرق متواصلة لا يقطعها شيء أو لا يفصلها عن العقيدة شيء. فلا يمكننا أن نفصل العقيدة عن أي عمل من أعمال الدين. كل سنة، كل سنة وكل فرض وكل منهي عنه متعلق بالعقيدة، بل كل مباح من أمور الحياة لا ينفصل أبدا عن هذا الاعتقاد الذي يرسم خطة المسلم ويرسم تصوراته حول الدنيا والآخرة والإنسان والكون وكل شيء. فهو الخريطة العامة التي ترسم تصورات المسلم، ومنها ينطلق في كل شيء. فإذا ربي المسلم على هذه العقيدة فقد زكي، وهذا هو يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. تجدون أن أثبت الناس إيمانا هم هؤلاء الذين ربوا ومكثوا عن النبي في المحن والشدائد، وربهم على الاعتقاد، وكان ينزل عليهم القرآن يقول لهم كذا وكذا وكذا، فتربت نفوسهم وزكيت بالاعتقاد. وهذه الأبواب التي ذكرتها، الصبر والتوكل وغير ذلك، ربيت أنفسهم وزكيت وطهرت عن طريق هذه الأمور وهذه المسائل. فعلى سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا التعريف النبوي الشريف يشير إلى أن الإنسان أول ما يعتبره بنفسه وفي نفسه هو وجود هذا الإله العظيم الذي يراه، أن تعبد الله كأنك تراه. فالنفس تتفتح وتشرق وتنير وتضيء ويتسع المدى أمامها، يشعر بأنه يطير في هذا العالم
يعني هو ليس أقل من الشمس ارتفاعا، وليس أقل من الكواكب والنجوم علوا، لأنه يخاطب رب الوجود عز وجل. لا يعبد قمرا ولا شمسا ولا إنسا ولا جنا، لا يربط أقداره بالناس، لا يؤمن بأن للناس تدخلا في تحديد أرزاقه أو عمره، إنما الأمر إلى الله عز وجل. هنا يسمو الإنسان ويرقى ويحقق فعلا إنسانيته التي جعله الله خليفة لأجلها. هل ثمة علاقة بين ذكاء النفس والعلم؟ بمعنى أنه كلما ازداد المرء علما كان أقرب لتحقق هذه التزكية فيه، أم ليس بالضرورة؟ ربما بعض الأميين فيهم من ذكاء النفس أكثر من كثير من العلماء. إذا وظف العلم توظيفا صحيحا فإنه يمكن أن يكون أداة للتزكية، أما إذا أخذ على أنه مجموعة قواعد يعني تنقل وكذا فيفقد روحه. العلم الشرعي له روح، الإنسان يستطيع أن يراقبها فيما أمر الله عز وجل به. هناك مسألة الإنسان إذا ارتد نعوذ بالله ثم رجع إلى الإسلام، المدة التي ارتد فيها جاءت عليه الزكاة، هل يدفع الزكاة أو لا يدفعها؟ انظر إلى الإجابة. الإمام أبو حنيفة أجاب إجابة رائعة جدا يعني تشير لهذه المسألة القلبية الروحية. قال: الإيمان عقد بينه وبين الله، والتكاليف عقد بينه وبين الله، فهو نقض هذا العقد فليس عليه زكاة، ليذهب بعيدا. فقال ليس عليه زكاة. فالمهم أن العلم الشرعي هو علم له روح أيضا. إذا كان له ظاهر أن مثلا حكم كذا كذا وحكم كذا، يعني على سبيل المثال يمكن للإنسان أن يتحايل على الشريعة. مثلا كان أحد الناس إذا اقترب حولان الحول على ماله وهبه لزوجته، فإذا اقترب حولان يعني دوران السنة الكاملة امرأته تقول هبتك مالي وهكذا، فلا يدفعون الزكاة. هذا إنسان لا يراعي روح الشريعة وأصولها، أنه يعامل الله. أنت في مالك الذي وجبت عليه الزكاة هل تعامل الفقير؟ لا، أنت تعامل رب الفقير الذي فرض له هذا الأمر. فإذا راح الإنسان يتحايل ويتيامن ويتياسر ويتحايل بهذه الطريقة فإنما يؤذي نفسه ويظلمها. طب دكتور نبيل، لو وسعنا دائرة الحديث قليلا لنتحدث عن البعد، لنصل إلى البعد الحضاري لأمة تهتم ببناء الجانب الروحي لدى أفرادها وأبنائها. سؤالي هو: ما المظهر أو الناتج الحضاري الذي ينبغي حصوله في أمة يتمتع جل أبنائها، إذا لم نقل جميعا، جل أبنائها بصفاء وزكاء ونفس نقية؟ ما البعد الحضاري، المظهر الحضاري الذي ينبغي أن يروح؟ والحقيقة أن الحضارة هي ترجمة لشخصية الأمة التي تقيمها بالتأكيد، فبقدر ما ترعى الجوانب معينة تظهر في أثر هذه الحضارة. يعني انظر الحضارة الحالية مثلا، حضارة مادة كما نصفها دائما، حضارة مادة. لماذا؟ لأن شخصية الذين أقاموها هي هكذا من هذا النوع، فركزت على المادة وركزت على الإنسان وكيف يحقق أغراضه وأهدافه إلى آخر المدى بدون توقف عند قيم ولا عند مبادئ دينية. فكذلك في الجانب الآخر، الإنسان إذا يعني توازن في هذه المسألة وحقق الأمرين، فرعى الجانب المعنوي والجانب المادي للإنسان، فيمكن أن يقيم حضارة متوازنة، حضارة تنتج الصلاح والتقوى كما تنتج المادة والعلم. وهذا ملحوظ في تاريخنا، فنحن نلاحظ مثلا أن من ثرواتنا العظيمة سيرة هؤلاء الناس الذين ملأوا الدنيا طهارة نفس واستقامة سلوك وعدلا في بين الناس، عدلا في بيوتهم وعدلا بين الرعية إن كانوا تولوا أمرا للرعية. يعني أي مثال تستطيع، يعني أمثلة كثيرة جدا تستطيع أن تسوقها الآن في الدلالة على هذا الأمر. على سبيل المثال، هناك قاضي من القضاة، أحد الناس عرض عليه يعني له قضية، يعني أحد الناس فجهز إناء مملوءا بالتمر وأراد أن يهديه إلى القاضي، ذهب إلى القاضي فالقاضي رفض أن يأخذ هذه الهدية، ثم قال: أنا لا أخذ هذه القضية، لا أحكم فيها. قيل له: لماذا أنت رددت الهدية؟ قال: أخشى أن يكون في قلبي شيء أظلم فيه الرجل. معنى بسيط جدا، ميزان دقيق جدا، ميزان دقيق جدا. نعم. وهكذا إذا كانت الحضارة ترجمة لشخصية الأمة التي تنتجها، فإننا ينبغي أن ننظر ماذا عملت هذه الأمة، ماذا فعلت تجاه مثلا النظافة والنظام. انظر إلى شوارع قرطبة في القرن الثالث والرابع، انظر إلى بغداد في عهد الرشيد وفي عهد المأمون وكذا،
وانظر إلى 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 كثير من مدننا، دمشق في عهد فلان والقاهرة في عهد فلان، بل عشرات المدن، لا نتكلم عن مدينة واحدة، عشرات المدن، يعني أمة في بعض في الأندلس مثلا كان الفلاحون يعني يقولون الشعر في يوم في وقت كان الأوروبيون ملوكهم لا يعرفون القراءة على الكتاب، وفي وقت كان الفرنسيون والبريطانيون يتأنقون باللباس العربي وبالكلمات العربية. نعم. طيب بدقيقة ونصف دكتور، ماذا يمكن أن تقول في موضوع الحلقة مما لم نتكلم عنه في ثناياها بدقيقة ونصف؟ والله الأمر يعني ينبغي أن يتحول الكلام إلى فعل، لا ينبغي أن يكون أمر التزكية عبارة عن مواعظ نرددها وتطير في الهواء، بل هو معان ينبغي أن نترجم عنها، مسألة مهمة جدا، وليحرص الإنسان على أن يكمل شخصيته. أنا لو ترجمت الإسلام في حياتي مجرد ركوع وسجود ويعني مظاهر هي مطلوبة، يعني هناك الهدي الظاهر مطلوب لا شك في ذلك، الهدي الظاهر في الدين مطلوب، والأعمال التي تطلب الإسلام إظهارا وظهرها، لكن أيضا الله عز وجل كما جاء في الحديث الذي ذكرته قبل قليل، إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فالله ينظر إلى قلوبنا جميعا، نسأل الله عز وجل أن يطهرها ويزكيها وأن يجعلها مشغولة به وبطاعته سبحانه، والحمد لله رب العالمين. أجاب الله دعاءك آمين. شكرا لكم دكتور. ختاما مشاهدي الكرام أشكر ضيفي في الاستوديو الدكتور نبيل الفولي أستاذ المنطق وعلم الكلام بجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، والشكر موصول لحضراتكم على كرم المتابعة، في حراسة الله.